الأزلية على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طير السعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالية، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كلها مع المشاهد والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. من حضارة وثقافة تعدت مئات الاعوام قبل الميلاد وبعده، من أطلال ما زالت شامخة حتى اللحظة تجسد عالما من الثقافة والحضارة والفنون والتجارة والاقتصاد، جئناكم في طائرة سعيدة لنغوص في أعماق هذا التاريخ وتفاصيل هذا الوطن بحاضره، لنبدأ معكم مشوار حلقة متجددة من طائر السعيدة الموسم الخامس. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا وقتا جميلا ورائعا باختلاف الفقرات الموجودة ما بين سياحية وثقافية وترفيهية ومسابقتية واجتماعية وغيرها الكثير، ونأمل أيضا أن تعيشوا معنا أجمل اللحظات وأمتعها. مرحبا بالجميع. إذن رحلتنا ستكون اليوم إلى منطقة سيحوت هنا في محافظة المحرة، وأبدأها بسؤال من هذا القارب، وسؤالنا يقول: ماذا كانت تسمى سيحوت قديما؟ سنذهب لنشاهد من هو الفائز ثم نبدأ رحلتنا البرية والبحرية. عبد الله علي صالح الجميلي. من وين؟ من دمار. من دمار. ما اسم سيحوت قديما؟ امس اي شيء؟ اسم سيحوت قديما. سيحوت حضرموت. سيحوت ايش اسمها قديما؟ ها حضرموت. سيحوت لا سيحوت ما كشف. سيحوت ايش اسمها قديما؟ سيحوت. ها ما اسم سيحوت قديما؟ هذا سؤال جماعي. يلا ها حضرموت. الاحقاف. لا لا سيحوت كل مره نسبع المدينه السيحوت. ايوه ما شاء الله. هذه الثانيه، هذه وعد وهذه دعاء. ما شاء الله الله يحفظها لكم يا رب. ان شاء الله. ايش اسمه؟ الاسم القديم سيحوت. سيحوت 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 سيحوت. والمدينه في اي مكان تقع في المدينه؟ اي مكان في المهره. اينك من الصباح؟ موجود في العمل. وين اين في العمل؟ دارين لنا من الساعه 8 احنا بندور عليك. ليش؟ ايش السبب؟ انت قل لي ليش سويت كذا؟ الان كل تركيز الاعلام، كل تركيز الصحافه عليك. اهلا وسهلا في الاعلام، اهلا وسهلا في الصحافه. ليش فعلت هكذا؟ لا والله حبا. ايش اللي حبا؟ انا والله ما اعرف ايش تتكلمي.
انا اقول لك ليش فعلت هكذا. ايش عملت؟ ايوه ايش فعلت؟ اهلا وسهلا، ما هو اللي عملته؟ انا اسالك ليش فعلت هكذا؟ كيف عملت؟ عملت ايش؟ ما انتش داري ايش فعلت اليوم الصباح؟ لا ابدا. احنا الجهات الامنيه كلها كلمونا علي. اهلا وسهلا فيكم وفي الجهات الامنيه كلها. ما اسم صيحوت قديما. اسمك الكريم؟ نمران الصيادي. حياك. من وين؟ من اب. يا حيا. ما اسم صيحوت قديما؟ منطقة صيحوت ايش اسمها قديما؟ ونعطيك جائزة. صيحوت اسمها قديما. انا ادور. تعال سألوا في واحد هنا يبيع الهند. نشوف واحد هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ عرفني باسمك. عوض سعيد. عوض. نعم يا عوض. شبوه. شبوه الله يعطيك العافية. وش تسوي؟ اطلب الله. تطلب الله بالهند؟ ها؟ كم لك في له؟ فترة بسيطة. كم يطلع لك باليوم من الهند؟ الحمد لله دي حول بالله. 4,000-3,000. تدي لنا؟ ها؟ تعطي؟ تجيب لي؟ أيوة ليش؟ أنا محتاجة. كم تبين؟ كم ما معك؟ كم اليوم جمعت؟ اللي جمعت اليوم هنا معاه يمكن تقول حوالي 1,000-1,500. يعني 1,000-1,500 اليوم حق اللي حصل. حلو. انا اخذهن عادي. خير بركه. طب انا اسالك سؤال، اذا عرفت الاجابه انا اعطيك جائزه، اذا ما عرفتش الاجابه انا اخذ الجائزه. ما هو الاسم القديم لمدينه صيحوت؟ صيحوت اين تقع؟ اين تقع؟ اين مكان صيحوت؟ صيحوت تبع حضرموت. المهره. تبع المهره. تبع المهره. كانت تبع حضرموت. هو تبع المهره. تبع المهره. ايوه. أين تقع في المهرة؟ إيش اسمها القديم؟ اسمها القديم والله ما أدري. يلا ونعطيك الآن جائزة. ما أدري والله. مش عارف. طيب ركز معي. هل اسمها حرق أو حروق أو حرق؟ حرق. 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 صح. إذن صيحوت اسمها القديم كما أخبرنا أهل الاختصاص من المنطقة نفسها تدعى حيرق. حتكون رحالة حلقة اليوم فيها من طائرة السعيدة. يبقى أنا اللي أعطيك جائزة، وجائزة فقرة اليوم من طائرة السعيدة هذا مش أقول 40,000 ريال. ألف ألف ألف. يعطيك العافية. من جارة البحر والجبل من المهرة سننطلق من هنا في رحلة سياحية ترفيهية ممتعة في فقرة الرحال لحلقة اليوم. احنا الآن باتجاه مدينة صيحوت، المدينة التي عاصرت الجاهلية والإسلام بحكمها أقدم إمارة يمنية. هنتعرف على أبرز المعالم الموجودة فيها، على الناس اللي هناك، على الثقافات العادات المختلفة والأشياء المختلفة المتعددة. فهيا بنا لننطلق مع طائرة السعيدة في رحلة اليوم. أمانتك يا طائرة السعيدة، أنا يا طائرة السعيدة، لملم شتات الأفئدة البعيدة. هنا مظهر من مظاهر الطبيعة والبيئة يعرف بعيد السردين،
وهي فترة زمنية يبدأ الصيادون فيها بصيد أسماك السردين ثم بعد ذلك بتجفيفها وتجهيزها للبيع. أنا أشاهدهم هناك في ذلك المكان يقفون في قواربهم يحاولون اصطياد هذا السمك. سنحاول أن نذهب برحلة إلى ذلك المكان ونشاهد عملية هذا الصيد. بالتأكيد هذه الفترة المخصصة من شهر 9 حتى شهر 3 أو 4 كما أخبرنا الصيادون هي تعتبر من أبرز الشهور المعروفة بها ببروز أسماك السردين في سيحوت محافظة المهرة. تختلف مواعيد دخول الصيادين إلى البحر، بعضهم من يدخل في الفجر، بعضهم من يدخل في هذا الوقت. كما أشاهد الآن هي 10 صباحا ويبدأ أن الشمس تتصرعنا بالمحل، لكن سنحاول اكتشاف السردين كيف يتم اصطياده ثم بعد ذلك إخراجه وتجفيفه ونقله، وهذا ما يعرف بعيد السردين. أنا حاسس إني مختلف والله. من شاطئ سيحوت في محافظة المهرة وعبر أمواج البحر العربي سنذهب إلى الصيادين لنشاهد عيد السردين. أنا في البداية فكرت العيد أنهم يقصدون به عيدا، ولكنني بعد ذلك اكتشفت أن العيد هو السردين ذاته، وهذا يدلل على أن هذه المهنة هي مهنة متوارثة فقط هنا لأبناء محافظة أو منطقة سيحوت في محافظة المهرة. يقال بأن هذا السردين يذهب تصديره بعد ذلك إلى سلطنة عمان بحكم أن المهرة هي البوابة الشرقية لليمن بمحاذاة الحدود العمانية، وأيضا تصدر إلى مختلف المناطق الموجودة في المهرة باستفادة تامة من هذه الثروة السمكية. هذا قارب وصلنا إليه. خبر هذا قارب وصلنا إليه هنا في هذا المكان. يسألونهم ويتحدثون بالمهرية عن نوعية السمك وكمية الصيد الذي اصطادوه. كيف السمك اليوم؟ والله قليل ضعيف. وين السمك؟ السمك هذا مليان ضعيف، في ريح، لقد في ريح يكون ضعيف السمك. يخبرنا بأن الرياح تؤثر على كمية الصياد سمك السردين. كما أشاهد هنا سمك متواجد في أسفل هذا القارب، بس هذه الكمية اللي جمعتوها؟ وعادنا نجتهد إن شاء الله. هم يحاولون أن يجمعونها، كلما خفت الرياح يحاولون جمع كمية أكبر من عين السردين، ونحن سنحاول أن نجمع معهم المعلومات. هذه الشباك الثقيلة نوعا ما تصنع من خيوط النايلون وبعض المواد الموجودة فيها، والتي تحتمل كمية الأسماك التي تتواجد فيها. سأحاول أن أخذها وأرميها للبحر لعلي أصطاد لهذا اليوم سمكا وفيرا. بعد رمي الشباك ينتظرون كما قلنا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يقومون بسحب. هذه العملية تحتاج إلى جهد وإلى قوة، فبالإضافة إلى تحملهم لحرارة الشمس هم أيضا يحتاجون إلى هذه القوة الهائلة لسحب السردين. هم يحاولون الآن إخراجها بشكل متسارع لنرى ما هي الكمية التي أخرجت. يعني كمية لا بأس بها. كم تأخذ وقت؟ طيب دقيقة واحدة أو دقيقتين اثنتين ثم يتم إخراج السمك من البحر، وذلك في مواسم السردين، لكن في غير المواسم أعتقد أن المدة ستكون أطول، وذلك بحثاً عن الأسماك. صاحب السمك أشوف كم الكمية اللي أنا جمعتها اليوم، هل أنا رزق كثير ولا لا؟ أسمع أهازيجا للصيادين.
سمكتين اثنتين تكفياني لغداي وعشائي، لكن هم بإذن الله أسأل الرازق أن يرزقهم أكثر من هاتين السمكتين. بعد الانتهاء من رحلتنا البحرية يأتي الصيادون بما جمعه من عيد السردين التي تخزن إلى هذه الصناديق، ثم تذهب بعد ذلك للتبريد بعد أن تمر بمرحلة التجفيف لتوزع بعد ذلك إلى محافظات المهرة وإلى سلطنة عمان. بعضهم كما قالوا بأنهم يقومون بطحنها للاستفادة منها في مجموعة من الأكلات، وبعضها تعلب وتغلف في علب التونة. ايش اصطدتي؟ ايش اصطدتي يا استاذه؟ اصطدت سمكتين اثنتين، رميت الشبك، رميت الشبك داخل البحر وطلعت بهذا الكنز الاثري الثروه البحريه. احنا نهم المخرج بياكلهم يعني، ما شبع دي وحده ما اتفقنا. بطاقم بطاقم فاروق نادر وعصام القدر تسلم واحده للمخرج. ايوه عشان هو ياكل كثير. تمام واحده لنا كلنا. تمام محمد رقيب. استمرارا برحلتنا البرية في سيحوت. الزعبنوت هنا في سيحوت في محافظة المهرة يعد من أبرز الحصول الأثرية الموجودة في هذا المكان، حصن له أكثر من 300 عام كما أخبرنا الأهالي سكنته قبيلة آل زعبنوت التي كانت تسكن هنا. سكنت القبيلة هنا هذا المكان أو هذا الحصن ذلك لأنها كانت كما أخبرونا داخلة مع ثارات مع بعض القبائل الأخرى، بالإضافة أيضا إلى الهجوم الذي كان يأتيهم من البحر، فبالتالي بني هذا الحصن كما نشاهد من دورين اثنين من مادة الطين فيها فتحات مختلفة وذلك لتوجيه البنادق والأسلحة إلى المهاجمين، بينما الدور الأول كانت تخزن به المواد الغذائية والمؤن، ولكن للأسف جئنا إلى هنا والحصن مغلق وإلا كنا ألقينا نظرة عليه من الداخل. هنا على كومة ترابية تعد بقايا لأثار قلعة حيريج التي كانت تطل على ميناء حيريج أقدم ميناء في المنطقة والذي كان يربط دولا عديدة منها دول شرق آسيا، دول الخليج والهند والسند وغيرها الكثير. كان هذا الميناء في فترة زمنية معينة مرسا للقوافل التجارية حيث يتاجرون باللبان والبخور والتوابل وغيرها الكثير. وهنا حفرة أراها أخبرنا الأهالي بأنها كانت بقايا لكنز يعتقد وجوده، حيث يأتي الأهالي لنبشه بين الفينة والأخرى. هذه هي إذن كل ما تبقى من آثار ميناء حيريج القديم الذي عاصر دولا لفترات زمنية طويلة.
رقصة الكبارة معروفة هنا في سيحوت بأنها من أبرز الرقصات الموجودة فيها، والتي تقام في أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدا في رابعها. في السابق كانت القبائل في قبائل سيحوت تنادي قبائل أخرى بتأتي بفرقها ثم تلتقيان معا وتؤديان الرقصة، وبعد ذلك يقومان بعملية تناول الطعام والسهر حتى مطلع الفجر. دعونا نشاهد جزءا من هذه الروعة المنتشرة هنا في سيحوت في محافظة المهرة. التي تستخدم في المناسبات الجميلة والرائعة والتي أثر أهل المنطقة أن يودعونا بها في رحالتنا، الذي نتمنى من الله أن تكونوا قد قضيتم معنا فيه وقتا جميلا ورائعا. دقوا الطبول. والصورة في حلقة اليوم من طائر السعيدة، أهلا بكم. نسلط الضوء من خلالها على شخصية يمنية كانت تحديدا حاكمة لليمن في فترة من الفترات، فحكمت اليمن الديمقراطية الشعبية، وله العديد أيضا من التفاصيل الأخرى التي لن نتحدث عنها، وإنما سنجعل الصورة هي من تتحدث في الميدان. فمن هو شخصية اليوم؟ مين هذا؟ ونعطي جائزة. هو ما من صاحب هذه الصورة نعطيك جائزة. ما أعرفه. كان رئيس يمني في فترة من الفترات. ها؟ لا لا ما جاب تفتح. رئيس يمني. ها؟ إبراهيم حمدي. نجيب غيره. يعطيكم العافية. شكرا. يا حيا زينب، مين هذا؟ نعطيك جائزة. حاولي. شخصية سياسية يمنية. منو؟ ونعطيك جائزة. الغشمي. لا. علي ناصر. قد شفته بس والله. يعطيك العافية، نشوف واحد ثاني قد شافه. شكرا لك. عرفني باسمك؟ مسعد سعيد بن زين الكثير. مين هذا؟ ما أعرف. من هذا نعطيك جائزة. ما أعرف. حاول. شخصية يمنية. ما عرفته والله. أبدا. أبدا. الله معك. كيف حالك؟ الحمد لله الله يعافيك. عرفني باسمك؟ خالد عبد أحمد ذبحاني. تشتري 30,000؟ نعم إن شاء الله. بتجيب لي نصه؟ إن شاء الله. وعد. الله المستعان. قل لي من صاحب هذه الصورة؟ هذا الزعيم سالمين. سالم ربيع علي.
سالم ربيع علي. سالم ربيع علي. ربيع علي. علي عرفني اكثر نعم. عنه اعطيني شخصيه. شخصيه بارزه عنه. كان رئيس جمهوريه اليمن الديمقراطي سابقا واحد مناضلي ثوره اكتوبر. سالمين متاكد؟ نعم. صحيح ولا خطا؟ سالم ربيع علي. خسرني جائزه ولا ما خسرنيش؟ قليل خسرني. خلاص خسرني. خسرتني جائزة؟ لا ان شاء الله ما خسرتك. اذا انت تعرفني باسمك. شرفنا شرفنا فيك خالد عبدو احمد. لي الشرف. يعطيك العافية. نقسم الجائزة زي ما اتفقنا ان شاء الله. ويكون قد حصل على جائزتنا في فقرة شخصية وصورة هنا في مدينة التربة محافظة تعز من برنامج طائرة السعيدة 30,000 ريال. حيو. يعطيك العافية. سالم ربيع علي. ولد المناضل والرئيس الجنوبي الأسبق سالم ربيع علي فرج محمد سالم آل الفقير في العام 1937 للميلاد في قرية المحل قرب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين حاليا. نشأ في أسرة بسيطة تعمل في الزراعة ودرس على يد جده الأكبر فرج سالم الذي كان عالما مشهورا آنذاك، ثم بعد ذلك أكمل الابتدائية ثم المرحلة المتوسطة، ثم عمل مدرسا في المدرسة الابتدائية في مدينة زنجبار، ثم رحل إلى مدينة تريم في بلاد حضرموت فدرس فيها فنونا من علوم الشريعة واللغة على عدد من العلماء، ثم عاد إلى أبين وعين فيها أمينا لمال السلطنة الفضلية. وفي العام 60 انضم إلى حركة القوميين العرب فأسس نادي الكوكب الرياضي الثقافي وتولى قيادته وجعل منه مقرا لحركة القوميين العرب في منطقته، وأسهم في المجالات الفنية والصحفية والأدبية. وبعد قيام ثورة الجمهورية اليمنية في العام 62 سافر مع بعض زملائه في الحركة إلى مدينة تعز حيث التحقوا بدورة تدريبية على السلاح، وعقب الإعلان عن تشكيل الجبهة القومية انتخب عضوا فيها. في العام 64 انضم إلى الثوار في جبهة عدن وأصبح معروفا باسم سالمين، واشتهر بشجاعته وحنكته القتالية، وكان ضمن لجان الحوار بين الجبهة القومية وجبهة التحرير قبل دمجهما في العام 66. وفي المؤتمر الثالث للجبهة القومية في نفس العام انتخب عضوا في القيادة العامة وكلف بمهام عسكرية عديدة أنجزها بشكل جيد. وفي المؤتمر الرابع للجبهة القومية عام 68 أعيد انتخابه في القيادة العامة للجبهة، ثم انتخب رئيسا لمجلس الرئاسة عقب استقالة الرئيس قحطاني الشعبي عام 69. ومن خلال منصبه في الرئاسة عمل على تقريب وجهات النظر مع النظام في الشمال ووقف الاحتراب الدائر بينهما. بعد ذلك التقى بالرئيس إبراهيم الحمدي في مدينة قعطبة في محافظة الضالع، وكلها لقاءات كانت تعمل على إيجاد آلية لقيام الوحدة بين شطري اليمن آنذاك. يا ميت أهلا وسهلا في هدرع الماشي في الطائرة السعيدة كالمعتاد دائما ما نبحث عن أفضل الشخصيات أروع الشخصيات نحاول إحنا نلتقيهم نقضي معهم وقت لطيف ورائع ونشكرهم مسبقا لأنهم بيفتحوا لنا قلوبهم وحياتهم. ونشوف اليوم ضيف حلقتنا العم محمد. حياك يا عم محمد. أهلا وسهلا بك. حياك حياك. عرفني على نفسك أكثر وقل لي كيف حالك إيش أخبارك. والله حالي طيب والحمد لله. أهم شيء إن إحنا تقابلنا إحنا وأنت هذا الذي كنا نتمناه. أهم شيء يا عم محمد. شفت كيف أنت تتمنى وأنا ربي قابلي لا عندك. والله أنا أفتخر بك وبقناة السعيدة وبالطاقم كامل. الله يسعدك إن شاء الله. لأنكم دا تسعدونا وتسعدوا الوطن. الله يحفظك يا عم محمد. عم محمد من وين بالضبط؟ عمش محمد محمد علي محمد نحشل. عرفش على نفسي. من عتمة. حياك أحلى ناس. مخلاف السمل بني الغريب. أحلى ناس أحلى ناس. وإن شاء الله تشوفينا في البلاد ونستقبلش هناك إن شاء الله. اعزموني يا عم محمد وأنا على طول. أعزمي وشوف علش ضيافة. بس قولي لك متى تنزلين وأنا أسبق في علش ضيافة. ما تقول لو أجمل من أيام الصيف. إحنا ما نشيش ضيافة. إحنا نشي نقول شوف الخضرة الماء الجمال الحلاوة في عتمة. المناظر عندنا تسعدش وتسعد الجمهور كامل. ونتعرف على زوجتك يا عم محمد. زوجتي واني زوجتي بالسعودية. يا ايش تسوي بالسعوديه؟ والله هي انا دخلتها وهي صغيره سمعت زوجتها. لحظه زوجتها عمرها كم؟ 10 سنوات. عشر سنوات كنكم تزوج قبل كذا؟
لحظة، أنت الآن هي متزوج واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين، لا كنت معي ثنتين. كان معي إلا هيدي بالسعودية. ما فيش معك إلا هي، هذه الأولى ولا الثانية؟ الثانية. هاي الثانية، وتزوجتها وعمرها 10. 10. الله. جيت حصلتها بين مع بنات دي عزفين بالقرية. أيوه. وهي يتيمة. أيوه. بعدين بدي أكلم البنات، قلت تدرين من يديك خطباء منكم؟ قال من؟ قلت هذه اليتيمة ومسحك على راسها. وهي كانت على راسها على حياتها. وهي كانت ذكية. قالت اش تربيني؟ قلت وربيش. وربيته؟ ربيته عند امي وسرك اقتربت وما روحك عندها الا بصاله. اغتربت كم جلست مغترب؟ يعني سنه او سنه ونص. ايوه ايوه. وبعدين روحت عندها، وبعدين لما شافتني بالصالون والكل والبنات قدنا هذا صارت تغر علي وعاي صغيره. ايوه طبعا سمعك. طبعا الحب الحظ. ايوه. وبعدين قلنا ليش خلفنا منها وضرينا. كم معك اولاد؟ معي اولاد 3 و8 بنات. ما شاء الله، الله يديمهم بالخير يا رب. احفظك ويعافيك. وذا الحين ايني في عثمه ولا هنا طلعت معك؟ لا والله بجده لي 4 سنوات منها. هيها وانا لوحدي هنا. كيف جالسه بقده وانت لوحدك؟ جيت كانت بقت علي قضيه بالسعوديه وسجنك 20 سنه. الله. وهي اهتمت بعيالي وبناتي ودرستهم وزوجتهم. 20 سنه يا عم محمد وانت مسجون في السعوديه؟ والله اني مسجون بالسعوديه 20 سنة و3 شهور. عمر كامل. وهي اهتمت بالعيال ودرستهم والبنات وزوجت البنات والاولاد. سمعت؟ كانت الرجل والمرأة. وقفت معي وقفة ما يوقف احد، ما وقفش قريب زيها. طيب لو يعني انت احتبست عمرك كم؟ والان عمرك كم؟ عمري 70 سنة. الان عمرك كم؟ 70. لا لا لا. الله سبحانه. نصدق ونصدق. يعني ها. انا اشوف 20. 30. 35. ايش تزعل المرأة؟ ايش تقول ما دام تصغر نفسك وتسوي؟ ما لا المشكلة انما شوف هذا الإنذار اللي نسمعه، هذا المفروض له، هذا الإنذار الآن يوجه له عندنا، لازم ترجع من السعودية، لأن لو ما رجعش من السعودية تسخي على عمي محمد فلت لوحده. والله يا ويلك عليك. كيف عمي محمد؟ يا عم محمد احكي لنا معاناتك وأنت عايش لحالك. والله معاناتي لا نملك صنعاء كلها وما ايش عندي، كأنني سجين كما كنت بالسجن. آه. أيوه. وطيب ليش ما سافرت لهاش؟ دخلت برمضان مرتين وردوني على شيل البصمة. بصمة ايش؟ الخروج؟ بصمة الترحيل. اه يعني ايوه خروج نهائي. أيوة ما عاد فيش عودة على الترحيل. ظهر انت جالس لحالك يا محمد. ولا جالس لحالي، منتظر له ان شاء الله. شفتي الوفاء والله. وفي عمي محمد لو واحد ثاني شو عدي اللي بعد الثانية والثالثة والرابعة. هذه انا ربيتها، انا هي قطعة من لحمي. اي بس انت قلت لي قبل اللقاء اذا ما رجعش انا اتزوج. لا انا ما قلتش، ما قلتش عشان عارف اذا تغاري والبنات. لا لا الصدق ما قالش، والله ما قال. هو قال انه يعني مشتاق، انه يشتكي ترجعي، انه هي الان جالسه هناك هي واولادك وبناتك. ايوه بناتي واولادي، بناتي مزوجه تجلى عندها، لا حانقات لا يولدين، يجلى عندنا البيت. ما لو انت تغني لي ارجع لحولك فترجع. ما بيعلك ولا الف قصيده. انت تكتب يعني ولا حافظ؟ لا حافظ. امان عليك. قصايد عليها. سمعني اديني. ايش من قصيده قلت لها؟ ها هذه فعلتها عليها القصيده وانا بالسجن. قل قلت فيها قل كم تغنيت ليعبر عن مشاعري وكم مدحتك في القصيد. وكم ليالي سهرت مفكرا عد الليل ساعات والناس رقود. فانا اسير حبك طال بعده فكلما قربت البعد يزيد. يعني انا سجين. الله. ولا لي دكتورا يعالجني فالنار في قلبي تزيد وقوده. يا قلبي. فيا ريت ربي يجمع بيننا وتعرفي ان لحبك في قلبي رصيد وفي الاخير ساقول اني قادما وبعون الله ساتوكل قيود. يا الله وفك الله القيود وخرجني الله لا صنعة. عمي محمد طلع شاعر وخرجني لا صنعة. ويكتب شاعر ويكتب الشعر ويكتب القصيد. ما رقش قلبها شوية؟ والله انه قاسي. لا هو مش قاسي، هي الان ربما تقول انه الان معها حياتها واولادها وبناتها، لكن في الاول والاخير برضو عمي محمد هنا حرام. ايوه عمي محمد حرام. واحنا بالبرنامج معنا واحده نشتي نزوجها، معنا 3 بنات 3 عرايس نشتي نزوجهن، نقيس نسحبهن بعدها من مكان لمكان. فحلو قلنا نزوجك هي يا عم محمد واحده عمرها 15 سنه. المشكله ان هذه ربيتها انا وعمرها 10. شوفي الوفاء. ما كنت اطلع على الجعالة الا بالجه، ما رضيت اديها بالكيس. ما وصل السلام عليكم قريت تدخل يدها للجيب تخرج جعالتها. عاملتها معامل الطفل. الله. وهي اكيد مقدره هذا الامر. وهي اكيد مقدره هذا الامر. ربيتها كاني من اهلي، وحتى ابي وامي ما اعتبر ولا من الاهل البيت. انا متاكده انها باذن الله بعد هذا اللقاء بترجع لك يا عم محمد. بترجع انا متاكده. هو فقط يمكن ربما مشاغل الحياه، الاولاد البنات، لكن برضه بالاول والاخير عم محمد برضه يستاهل انه حد يرجع له ان شاء الله. ما قلت ليش ايش اشتغل او ايش كنت تشتغل زمان؟ انا كنت تاجر. كنا اول شيء دخلنا عمري 15 سنه قريت ايش الصوره السعوديه ووراني صورته وهو الطفل كان انا طفل سمعي. وبعدين كنا نشتغل عربيات، وبعدين دخلنا في التجاره
كنت ادخل ما شاء الله بالشهر 25 30,000 ما شاء الله، وكنا مرتاحين والحمد لله. وجتني مصيبه ودخل السجن 20. قدر الله ما شاء الله. ما شاء. كيف كانت حياتك في السجن؟ في السجن كنت امام مسجد، صاحب بقاله، صاحب جوالات، صاحب بوفيه. ادخل بالشهر خلي 20 15 20,000 يعني السجن. تاجرت وانت في السجن. داخل السجن لكن اصرفها على المساجين، مسلمين وغير مسلمين، صرفها عليهم وتبقي لي 10 12، والحكومة والمؤسسة يدوا لي البضاعة على دخل السجن. كيف كان شعورك وأولادك يكبروا كذا وبعيدين عنك؟ على الإنسان لقى أصاب مصيبة يفوض أمره إلى الله ونعم بالله، ولا ما كنت أخرج زورابي للبلاد اللي أطلبوا يجي لعندي. الحمد لله على كل حال. عشان ولا لا خرجت، خرجنا مرتي وعيالي دحين. الله مرتك هذه مشكلة مشكلة والله. الله يهديك. مع أنه وصلني خبر وأخبرتني العصفورة ذات يوم وقالت يا مايا إن عمك محمد عندما تزوج زوجته لقد دعس عليها بقدمه. ما دعس الأولة الأولة عندما جابوها للباب قالوا لي إحنا عندنا كان في عندنا عادة قديمة أي أطلع بالحصى بجيبي للجبا بالحصى والبيت أربع أدوار زي هذه أيوة وجر الحصى ديهم صغار وارمي بالها فوق النسوان يوه دهن مرافقة لها والحصى الكبيرة أضربها في راسها لا ما تصلح فهي صاحت سمعتي قال قلت النقاب لين الدم شو كنت خبط اختبخ بعدين جو دوروني مالك ما قلت رمى كل حريوه قايدة صيح كسر راس اي عاد تشي ترجع رجعوني للباب قالوا ما يرضش تدخل امها ما خلتش تدخل الا سير استقبلها انا وانت سالك بالله تكسر لها راسه من اول يوم علمني النسوان والعجايز قال ان لازم ترمي ترجع هذا قادو طبع البلاد أيوة ترميها براسها بحصى ايوه علشان تحس سمعي وصلنا للباب انا كنت راح رجلي فقر وما صرخت من ورايا وانا اهرب لا لا عرفت ترمي بالحجره وانت سالك بالله ترقبها بحجره وتدعسها برجلك وعادك تشتري رجع يا عم محمد طيب اخذ اسلوب البلاد هندي علمني العجايز دليل حصال على جيبي والحصى الكبيره احنا في موسم من المواسم تكلمنا على هذه العادات التقاليد أيوة القديمة. أما الثانية هذه الصغيرة خرجت استقبلها قالوا ها هذه الأولى اللي دعسها الأولى دي حصلت الحجر ما هذه أيوة طفلة والثانية هذه؟ الثانية لما أنا خرجت للباب قال يلا أدعس رجلها وأنا أحضنها وطرحها فوق يدي كذا رفعك طفلة ما يداري لا كيف دعسها ولا شيء ما حد رفعت إلا ودخلت بها شوفوا 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 وتقول تقولوا كبار السن حدينا من فوق السيف يطرحوا لنا سيف يطرحوا لنا ملح وماء وطرح من فوق السوف وعدك وتروح كاهنة قلدك الله لا رجعتي ترجعي أسألك بالله سألتك بالله ترجعي لعم محمد سألتك بالله أنا بعد الرومانسية والحاجات الحلوة هذه ما ينفعش إن هذه قصة بعيدة الصدق والله أنا غني لها أتمنى غني لها غني لها مقطع غني لها غني لها مقطع أندر لو غنيت لها نقلبها بيحن والله غني لها مقطع غني غني لا تفشل عندي غني بالله والله شو تضحكوا علي قناة شيبة ما عليكش نغنينا وانت يلا انا وانت يلا اختار غنية خطر غصن القناة خطر غصن القناة ورد على الماء نزل ودي بنا ومري جنبي ومري جنبي ابعي نهرنا نحوي وصواب كراما واعتلى وصادي قلبي وصادي قلبي أنا يا بويا أنا أنا يا بويا أنا أماني يا نازل الودي أمان أنا يا بويا أنا أنا يا بويا أنا الله عليك الله عليك يا الله الله عليك يا أبو محمد يعني غني لك ودلعي والله علشان شو علشانها الله يحفظك يا أبو محمد أسعدش. الله يسعدك احنا والله سعداء ان احنا شفناك والتقينا فيك لو اجي اكلمك اسالك عن مواقف حصلت في حياتك اكثر حاجه زعلتك واكثر حاجه افرحتك جاء واحد كان متزوج على بنت من جماعتنا وانا اللي زوجته وبعدين احترشوا وهي واهلها وقم قال ما بلا طلق طلقته وزوجته بنتي وجرت من ابوها 30,000 واعطيته 15 و15 جرتها لبنتي طيب وزوجنا بعدين بعد ما خلفت انت قال شاير حلال اليمن انا دا راجع ولا طمني باب الدكان وبيدي 6 سكاكين من حق الخضره وتعاركنا وقطعنا ايدي السكاكين شو يعني مقطوعه
وعورته بالسكاكين وسعفته للمستشفى. عورته وسعفته ومات. ومات وقعد بالسجن 20 سنة وثلاثة شهور. ها يعني هذه السبب حق الله. 400,000 سعودي دية دفعتها. الله قدر الله ما شاء الله. حتى سيبت الحرمة هناك وعيالي أقول ما خليهمش يخرجوا يتعبوا معي هنا. قدر الله ما شاء الله. يعني حياتك يا عم محمد مليانة مواقف. مليانة مواقف خليها على الله. طيب أكيد في حاجة خليتك تكون مبسوط أو مواقف أسعدتك في حياتك. أم عيالي. هيك اللي سعادتي أينما سرت. يا. نحن نشتي من هذا. أما الفلوس ما نشتي من هذا. البنات عقدة ما تزوجش نشتي من هذا. أما الفلوس ما أفكر بها ولا الملايين. شوف الإخلاص يا جماعة شوف الإخلاص. هذه سعادتي أينما سرت. دخلت للسعودية جلست 40 سنة. الله يسعدك ويجمعك فيها يا رب. خلفت عيالها وبناتها هنا. لو قالوا لك أمنية تتمنى أنك تحققها في حياتك إيش تتمنى؟ في حياتي طاعة الله وطاعة الوالد. ما نعم بالله. الوالد قلت لي عاد معمر موجود. كم عمره الآن؟ 103 سنوات. ما شاء الله. وأمنية ثانية إن زوجتك ترجع. ما هذه أكبر أمنية. وأمنية ثالثة؟ أمنية ثالثة؟ أن يصلح شأن الشعب اليمني. يا رب. يا رب ادعي للشعب يا عم محمد. متحاببة متسامحة متصالحة. احنا سعداء بهذه الروح الجميلة اللي شفناها اليوم. وانا سعيد برؤيتك. الله يسعدك. أميرة الشاشة. أميرة الشاشة وسفيرة الشاشة. انا بدي اطلق عليك اسم سفيرة القناة السعيدة. والله لو ما تسميني سفيرة. واسأل الله ان يسعدك دنيا واخرة. امين يا رب. ويحفظك لنا. والله اني لما جاني هذا صاحبي وقال لي يشتك في القناة قلت فرحت. الله يحفظك وقابل بناتي كلها. الله يسعدك ويجمعك فيهم ان شاء الله. بناتي يحفظش رب. امين. احنا كنا سعداء ان احنا شفناك اليوم. هذه لفته بسيطه من البرنامج هديائي حق اعتبرها. ان شاء الله يا رب باذن الله زوجتك تشوف اللقاء وترجع يا عم محمد باذن الله تفعل لها حفله وتعزمني. ما عزمش كنت بحلش اثنين خرفاء. الله يحفظك. انا ما يعجبنيش الخرف. اذبح لي سمكه. لا سمك ولا غنم ولا عيد. الله يكرمك. الله يسعدك. تفضل يعطيك العافيه. انا اقبل هذه الهديه. سمعش الهديه ورد هذا الشهاديه. حرام طلاق ما رجع ابدا. قحلفت بالطلاق. قحلفت بالطلاق خلاص عاده ما قاش بس قطلقنا. يحفظك ان شاء الله. يرزقك بابن الحلال مثلك. انت ماني مش الا مثلك يا عم محمد. يدري واحد حنن مثلك. الله يسر لك ابن الحلال. امين يا رب. اللي يستحقش ويستاهل. يسعدك يا رب ويسعد كل الناس اللي يلتقيهم. انتن يا اليمنيات انتن دخر للرجال. لو قلنا احنا اصلنا عرب فانتن امهات العرب. الله يكرمك. هذه شهاده احنا نهتز فيها. انتن نساء اليمن على رؤوسنا نفتخر بكن. لا تصبرن معنا في السراء والضراء. الله يسعدك. ولازم كل مواطن يمني وكل شاب يمني يعرف قدر اليمنية. أنا كنت سعيدة جدا في هذا اللقاء. أيوة. اللي جمعني اليوم بالعم محمد. وإن شاء الله تكونوا أيضا أنتم انبسطتوا معنا. لا تروحوا بعيد. ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة. كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا في خزنة الحظ من طائرة السعيدة، المسابقة اللي نحاول من خلالها نجتاز مجموعة من الإيماءات علشان يوصل المتسابق مرحلة اللعب، واللي ممكن يكسب فيها معانا إما نص مليون ريال، 100,000، 50، أقل أكثر، أيضا مجموعة مختلفة من الجوائز العينية. إيماءنا في حلقة اليوم يقول إنه معك 5 برتقالات، أخذت منها 2، كم بقي معك؟ الذكي هو اللي حيربح معانا ويفوز. فخلونا ما نقطعش الطريق ونروح نكمل لعبتنا ونشوف من الفائز في حلقة اليوم. ريان. ريان الشميري. ريان. ليش تقول ريان ريان؟ أكد الاسم. يس. مش تأكد. أكيد. طيب يا ريان ريان. تفضلي. معك خمس برتقال أصفر. ركز معي. 5 برتقالات صفراء. أخذت 2. كم باقي معك؟ 3. حياك. من وين؟ سيون. سيون. يا حيا بسيون. ليش سيون جميلة؟ أهلها يعني. وليش أهلها طيبين وجميلين رائعين؟ سبحان الله. من الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤال. معك 5 برتقال. 5 برتقال. برتقال أصفر. ها؟ ركز معي. 5 برتقال أصفر. أخذت 2. كم بقي معك؟ معك 5 برتقال. أيوه. وأخذت 2. كم بقي معك؟ 3. خطأ. معك 6 تفاحات حمر. أيوة. أخذت 2. الباقي 4. كم باقي معك؟ 4. لا. ركز معي. 5 برتقال أصفر. أيوة. أخذت 2. كم بقي معك؟ 3.
لا. معك 6 تفاحات. ايوه. أخذتي ثنتين. كم بقي معك؟ 4. غير. لا. ما عليك ثنتين مش إلا لا. أيوه. 6 حبات منهم بقت 4. لا. 3. حبات بقي. قل والله. والله. أمانة. أمانة. والله إنه غلط. ليش؟ والله إنه غلط. 4. والله إنه غلط. 4. والله إنه. ونفسه. والله إنه غلط. والله إنه غلط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. ناصر أحمد عبد الله. من وين أخي ناصر؟ من المخاع. واسمه؟ كبشة. 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 اسمه كبشة قاب من نفسه. بذقة. بذقة ولا كبشة هي؟ بذقة ولا نقا ولا كلها؟ لا اسمه. اسمه الحقيقي كبشة. كبشة. معك 5 برتقال أخذت منهن ثنتين. كم معك برتقال؟ كم بقي معك برتقال؟ 3. لا مش 3. 4. خطأ. لا خطأ. أنت معك 5 برتقال. تمام. 5 برتقال. عرفت البرتقال؟ ايه. أخذت ثنتين. كم بقي معك برتقال؟ 3. لا ركزي معي. معك 5 برتقال. أخذت ثنتين. خليتين معك. كم معك ذا الحين؟ كم بقي معك برتقال؟ 5. لا. ثنتين. أنت معك 5. صح ولا لا؟ أخذت ثنتين. كم بقي معك؟ ثنتين. والثلاثة ذاك من رايحين؟ رايح عليهم. سرحنا الأرض أخيرا بعد هذا الإيماء اللي لنا يحتاج كان شوية ذكاء وأحيانا تركيز. أنا أقول كم معك من 5 البرتقال اللي أخذت منها ثنتين فتبقى لك ثنتين وبطلت تقول حبة ما تغالطنيش. خالة زعفران أنت الآن يعتبر أنك اكتسبتي معنا إن شاء الله الإيماء. في معنا اسمها لعبة خزنة الحظ اللي أنت تدوري السهم ونشوف إيش بتربحي معنا. تعالي نقرب نروح نلعب. هيا نلعب. ايوه هيا نلعب. قولي هيا نلعب. هيا نلعب. هيا نلعب مع الخاله زعفران ونشوف ان شاء الله ايش حتفوز معانا اليوم هنا في محافظه تعز من طائر السعيده. مع الخالة زعفران هنا في محافظة تعز اللي عرفت تجاوب أحسن منكم يلي ما عرفتوش تجاوبوا. 5 برتقال أخذت ثنتين. كم معك؟ ثنتين. خالة زعفران كيف حالك؟ الحمد لله. شوفي يا خالة إحنا الآن معانا خزائن. هذه الخزائن في بعضها فاضية في بعضها جوائز في بعضها ما فيش في 500,000 في 100,000 في أكثر في أقل. أنت إيش بتسوي يا خالة؟ بتلفي السهم وتشوفي أي خزنة من الخزائن يوصل السهم لعندها. طمع. وبعدين انت حظي. تمام. بسم الله. بسم الله. يلا نعد الخالة نعد. بسم الله. 1 2 3. بسم الله. هي 4. يلا عد. دوري. بسم الله. شوف الخالة زعفران والسهم. يا رب توقعت تربح نص مليون. ان شاء الله. ولا 100,000. هذا طيب هو وصل عند هذا. ما عيدي نعيد. عيدي لفي من جديد. خلا لفي. قولي بسم الله. يلا بسم الله. هذا الحين لفتي عكس. خطير والله خطير. الحين لفتي عكس. ها انا تلفي كذا وانت تلفي كذا. هذا الصندوق. طيب خالة زعفران الآن أنت السهم قال عند هذا الصندوق صح ولا لا؟ فعلي كذا بس. ها عشان تطلعي عند الكاميرا تطلعي. أيوة أنا يا خالة زعفران سأخذ منك الصندوق باللي داخله وأجيب لك 2,000 ريال. أها تشيل لي 2,000 ريال وأنا أشيل الصندوق. تمام؟ لا 2,000 ريال. لا 2,000 ريال يا خالة. لا لو لا يا خالة 2,000 ريال اللي في ذلك انت والكوفية هذه 2,000 ريال حلوة. لا ليش؟ لا ليش لا؟ ما انش بايعة. ما انش بايعة؟ ايوه. ليش ما انش بايعة؟ ليش ما تشيش تبيعي؟ ها؟ ليش ما تشيش تبيعي؟ لا انا مرض عندي حصى. ما دخل الحصى طيب. 2,000 ريال و100 وريال و50
ولا 2000 ريال و100 وريال و50 الا ريال سعودي. كيف يا خاله؟ كيف يا خاله؟ ها ها 2000 ريال و500. لا 3000 ريال. ولا يا خاله؟ ولا 3. ولا كم تشتي خارجيني كذا من الاخير وانا ادفع لك واخذ حقك الخزنه؟ ولا كم؟ كم تشتي؟ ولا كم؟ ولا مليون. تشتي مليون؟ تشتي مليون خاله زعفران تشتي مليون؟ كيف تشتي مليون يا خاله؟ مليون ما هلش ما لمعي المليون مش اشتغلش للبرنامج من داخل الصندوق. احسن لك، يمكن يطلع الصندوق فاضي، يمكن يطلع الصندوق فاضي، يطلع الخزنه فاضي. عادي 20000 ريال. لا 20000 ريال يا خاله زعفران واخذ الخزنه. لا 20000 ريال. لا والله 20 حلوه. لا 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 اسمعي مني، اسمعي مني 20 صدقيني. لا في صناديق فاضيه. لا هات 20000 ولا الخزنه. لا 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 20 ولا الخزنه. صندوق 20 للخزنه. اكتب صندوق. والله في صناديق فاضيه، صناديق داخلها لعب، صناديق داخلها ذهب. خذي ايوه شيل لعبات روحي تلعبي، شيل لعبات روحي تلعبي، شيل لعبات روحي. اقول لك هذا احتمال يكون فاضي. 50000 50 شيل ال 50، شيل ال 50. ها 50000 للصندوق، 50000 للصندوق، 50000. الخالة باعت، الخالة باعت الخزنة ب50000. غير رأيه، 50000 فهميني، في بعض الخزنات فاضيات. ها 50000 للخزنة، 50000 للخزنة. خليك تحملي، تحملي تحملي. 50000 للخزنة، 50000 50000. الخالة باعت ب50000 وانا اشتريت. ايوه بس انا اقول لك شيل الخزنة، شيل الخزنة، شيل الخزنة. يلا شيل الخزنة احسن لك. خزنة ولا 50؟ خزنة ولا 50؟ الخزنة 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 الخزنة. الخالة باعت الخزنة وانا انصحك تاخذ الخزنة. خلونا نشوف مع بعض ايش في مجموعة من الخزانات الأخرى الموجودة، بس لو سمحتم شوية نشوف ايش في موجود معانا ببعض الخزانات. هنا كان معانا كوكي كتكوت، هنا كان معانا كتكوت يا خالة. شوف احسن من هذا لي من؟ أنا معي ببغى اسمه كوكي زيه بالضبط. ولا ما بينه مدري، احتمال يطلع بينه كوكي نفسه. ها لو طلع نفسه تخيل يا خالة. طيب اعطيني هذا الصندوق نشوف هنا ايش كان في معانا. برضو هنا كان معانا 30000 ريال، هنا كان 30000 ريال. هذا ابو هذا ابوكو خلاص ما عادش ال 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالة صممت على الخمسين وإحنا قلنا لك خذي الخزنة وانت مصممة الخزنة، الخزنة وجائزة الخالة في هذا اليوم من طائر السعيدة من فقرة خزنة الحظ 50. 50 50 50 50 مش ما تشيش الخمسين. 100000 ريال، 100000 ريال، 100000 ريال يا خالة. وين التحية حق الخالة؟ ها أي شعور؟ يلا شكرا للسعيدة. فرحانة؟ إيه فرحانة مبسوطة الحمد لله. شفتي كيف قلت لك شو اللي الخزنة داخل؟ ايوه. إذا كانت هذه هي فقرة اليوم من خزنة الحظ هنا في محافظة تعز، والجائزة التي أخذتها خالتنا الحلوة الخالة زعفران. نقسم المياه بين نقسم الوتي. أيوة أنا وين نقسم؟ عادي عادي أنا غششتي. إذا الخالة زعفران فازت معانا، ولا زالت أيضا العديد من الجوائز المختلفة في الميدان اللي حتفوزوا معانا أنتم فيها. لا تروحوا بعيد معنا في طائر السعيدة.
في بيان القرآن الكريم نحاول الغوص في مفرداته والتعرف على أبرز الفوارق اللغوية الموجودة فيه. هي فوارق كثيرة تهدف لمعنى معين. سؤالنا في فقرة اليوم يقول: ما الفارق بين النصيب والكفل في القرآن الكريم؟ اسمك الكريم؟ اسمي عبد الرحمن محمد حمود. من وين؟ من تعز. ما الفرق بين النصيب والكفل في القرآن الكريم؟ النصيب. النصيب والكفل في القرآن الكريم، ايش الفرق بينهما؟ الفرق الحد والنصيب. ايش؟ الحد والنصيب. امانة غلط؟ لا والله غلط. ان شاء الله والله غلط. الحد والنصيب. الكفل والنصيب، متى تقال الكفل ومتى تقال النصيب؟ الكفل. متى تقال النصيب؟ النصيب هذين ايام زي ما تقولي. لا يعطيك العافية. إذا شكرا لك. اسمك الكريم؟ خالد سالم. من وين؟ طالع. ما الفرق بين النصيب والكفل في القرآن الكريم؟ النصيب وماش؟ والكفل في القرآن الكريم. نصيب والكفل، ما تتقال النصيب ما تتقال الكفل في القرآن الكريم. نصيب نصيبك من الدنيا والكفل بالآخر. سؤال ثاني؟ لا شكرا. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما الفرق بين النصيب والكفل؟ والله شوية صعب. إذا تابع معنا عشان تعرف الإجابة. يعطيك العافية. النصيب والكفل في القرآن الكريم. حاول يمكن تحصل على جائزة. يعطيك العافية شكرا لك. النصيب والكفل. كفل. النصيب نصيب. تمام. والكفل تكفل واحد. لا مالش علاقة بأنك تكفل واحد خالص أبدا. الفرق بين النصيب هي من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون كفل منها. نعم. النصيب قسم والكفل, والكفل قسم برضو، بس الكفل إيش؟ الكفل الكفل يعني ينجى، بمعنى ينجى كفل. ليه؟ كفل تكفل. الكفل هو النصيب المساوي ومنها المثل. ها أعطيتك أنا نص الإجابة. أما النصيب يقول لك أنا بعطيك نصيبك من ورثة أبوك. النصيب هذا قد نصيب مفروغ. كم يعني؟ هل هو محدد ولا لا؟ مش محدد النصيب. النصيب مش محدد. النصيب مطلق. مطلق وليس شيئا محددا. أيوة. وفي القرآن الكريم ذكرت كلمة كفل متى ومتى ذكرت بالشفاعة؟ النصيب. النصيب ذكرت بالقسمة بالورثة بالورث. لا ما فيش ورثة. أنت الآن قلت لي الآية الكريمة إيشي؟ ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون كفل منها. ليش قال هناك نصيب وليش قال هناك كفل؟ ارجع لي كذا، ارجع لي كذا. النصيب النصيب حاجة محددة. أوكي هذاك تقال متى وهذاك تقال متى؟ في الآية الكريمة قدو. كلمة نصيب تذكر مع مين؟ مع الحسنات. مع الحسنات. ها مع الحسنات. مع الحسنات والكفل يقع مع السيئات. مع السيئات. كلمة نصيب تذكر مع الحسنات. مع الحسنات. والكفل مع السيئات. تذكر مع السيئات. سنتوقف أكثر للتحدث حول هذا الموضوع، ولكن قبلها نسلم الجائزة لأخونا مين؟ عبد الرحمن قائد. عبد الرحمن من وين؟ من دمار. إذن أخونا عبد الرحمن قائد من محافظة دمار يكون قد اجتاز معنا هذه الفقرة من بيان القرآن الكريم برنامج طائر السعيدة، وحصل على جائزتك 30,000 ريال. ألف ألف مبروك. يعطيك العافية. الفرق بين النصيب والكفل في القرآن الكريم. النصيب هو الحظ من كل شيء، فهو مطلق وغير محدد بشيء، بينما الكفل هو الحظ والضعف من الأجر والإثم، ويأتي بمعنى المثل. قال القاسمي: نكتة اختيار النصيب في الحسنة والكفل في السيئة ذلك أن النصيب يشمل الزيادة وجزاء الحسنات مضاعف، أما الكفل فأصله المركب الصعب ثم استعير للمثل المساوي. قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. صدق الله العظيم. في هذه المزرعة هنا في لحج أسمعهم يعزفون وكأنها فرقة موسيقية تغني هناك. أنا أيضا سأذهب لأعزف، ولكن أعزف على الوتر الحساس
في لعبة الحظ والتحدي مع مايا. بشوف من حيتحداني في فقرة اليوم، وذلك بأني كالمعتاد أعطيه 2 أرقام مكتوبين في الآلة الحاسبة. إذا والله خمنهم بكل بساطة كان بها، ما خمنهم أبيع له 4 فرص، كل فرصة 10,000 ريال، وشوف من اللي حيكسب، أنا ولا هو. عرفني باسمك؟ عرفت عبد الكريم علي محسن سياري. من وين عرفت؟ من القحملية. من القحملية عرفت؟ شي 50,000؟ أيوه. تحديك انك تاخذ عليها 50. ان شاء الله. معي رقم في الآلة الحاسبة من 0 إلى 100، اختار رقم. 30. لا خطأ، موت على الموت، موت تقنص هناك. 40. لا راحت عليك فرصتين الآن، علي أن أنا أبيع لك كل فرصة 10,000 ريال ومعك 4 فرص، ويحق لك في كل فرصة أنك تسألني أي سؤال خاص حول هذا الرقم، يعني هل هو من كذا إلى كذا، هل هو كبير، هل هو صغير، هل هو مركب، هل هو فردي، بحيث أنك تستطيع توصل إلى الإجابة. فالفرصة الأولى 10,000 وبسم الله. أعطيني أي سؤال عن الرقم إذا أنت حابب، أو حتى خمن لي الرقم. أعطيك سؤال كيف عن الرقم نفسه، يعني تشي تقول مثلا هو من كذا إلى كذا، هو فوق الخمسين، هو أقل، هو من الخمسين ما تحت ولا من الخمسين وما تحت؟ من الخمسين ما تحت. 48. 48. 48. إيش عرفك؟ والله كذا، والله النغلة، والله خمنت، والله النغلة، خمنت النغلة بس خمنت خمنت. راحت 10,000 الأولى، باقي لك فرصة ثانية. 43. 43 خطأ. باقي لك فرصة ثالثة ب 20,000. ب 40. هذيك ب 40 بس. 32. 32 طارت الفرصة الثالثة، باقي رقم. 45. مالك معلق من 40 ل 40؟ مالك ذا ربعي من 40 40 40. خطأ. 36. خطأ، 25، الرقم 25. يعطيك ألف عافية. شكرا. اسمك الكريم؟ سالم سعيد موغد. من وين؟ من أبيان. يا حي أبيان وأهل أبيان. إن شاء الله. نعيد سؤال قد تربح فيه 50,000 إذا عرفت التخمين. إن شاء الله. من 1 إلى 100، إيش الرقم اللي مكتوب في الآلة الحاسبة؟ 4. 4. خطأ. 28. 28. خطأ. فرصتين ببلاش راحوا، الآن كل فرصة 10,000 ريال، يلا. طيب 16. 16 طارت 10,000. 23. 23 راحت 10,000، يلا يلا شد حيلك باقي 20. 7. 7 خطأ. 13. 13 خطأ. 98. 98. كنت تقول 99. يعطيك العافية. شكرا. حيا من معنا؟ حيا مجد. من وين؟ ألاخ مجد من عدن. من عدن. من معلق. من وين؟ من عدن. اسمك؟ أشواق. هيا حيا. شي تربحي جايزة ولا لا؟ إن شاء الله. شي تربحي؟ ما اللي تحديني أنت ولا هي؟ خليها هي. يا الاثنين تحدوني الاثنين. هذول الاثنين. إذا ربحتهم أعطيكم 50,000. إذا أنا ربحت تعطوني أنتم جايزة. دن. دن. أنا معايا رقم في الآلة الحاسبة من 1 إلى 100، كم منه هذا الرقم؟ تشاور تشاور من 1 إلى 100؟ أيوة تشاور وتقوم يعني يا سردي تشاور. سبحان الله. 12. أيوة بعد نسيت تشاور وصلت 12. خطأ. ماشي في اليوم معنا مناسبة وكمان مناسبة القشعة الزواج. أيوة لا بخربه. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب. يا رب الله يحفظك. طيب ها فرصة ثانية، يلا حق عيد الزواج احنا نشيكم تربحوا. 8. 8 خطأ. لا تسرعيش الا ليش تستعجليش؟ لا لم تحتفلش بعدين ترجع بعدين يخرجك من الثلاث. لحظة انت مالك تستعجل؟ ايش شفتي؟ طب انا لازم انجحكم، اسمعوا مني الان، انتم اعطيتهم فرصتين. أيوة. فرصتين طارت عليكم. بعطيكم الان ياكلوا، بعطيكم الان فرص بس قيمة كل فرصة 10,000 ريال، يعني اذا جاوبتم صح اخذتم الفلوس، اذا جاوبتم خطأ تنقص 10,000 من الجائزة. يلا تقدر تسألني رقم صغير كبير زوجي فردي وأنا أساعدكم. يلا سألي. زوجي ولا فردي؟ رقم زوجي. كبير ولا صغير؟ لا ابدا أعطيني أول شيء رقم زوجي. رقم زوجي 24. 24 خطأ. خطأ طارت 10,000 من 50. يلا قولي هو صغير كبير أصغر من 24؟ أصغر من 24. أصغر من 24. أصغر من 10؟ لا فوق 10. ها
أصغر من 24 فوق العشرة. كم؟ زوجي كمان. 20؟ لا 20 طارت 10,000 بقى 30 حاولوا إلا إلا لازم تربحوا. 18؟ لا انزل أربعة. انزل أربعة. 14؟ 14؟ صح صح 14. صحيح صحيح 14. وكانوا معانا إذن اسمك الكريم؟ مجد قيس البنون. مجد؟ أشواق. وأشواق هنا في محافظة عدن في فقرة التحدي مع ما يخسروني 30,000 ريال من أصل 5 لكن عادي عشان يروحوا يحتفلوا بعيد زواجهم. شلونكم جيت احتفلنا معاكم كلنا؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. يعطيكم ألف عافية و 30,000 ريال ألف ألف مبروك. يعطيكم العافية شكرا. أهلا بكم في بيت وشاعر، الفقرة المخصصة لكم أنتم مشاهدين في المنازل والمخصصة والمحددة، جوائزها بأكثر من 1,500,000 ريال تتوزع بين جوائز مالية يومية و200,000 يتم سحبها نهاية كل أسبوع بشرط أن تجيبوا على سؤال الفقرة. وسؤالنا يقول في حلقة اليوم، قال الشاعر نشوان لا تفقعك خساسة الحنشان ولا تبهر إذا ماتت غصون البان، من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ السؤال مرة أخرى، قال الشاعر نشوان لا تفقعك خساسة الحنشان ولا تبهر إذا ماتت غصون البان، من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ ما عليكم إلا الاشتراك على الرابط الظاهر أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة، وحظا موفقا للجميع. إلى هنا تنتهي حلقتنا من طائر السعيدة مع هذه الأجواء الجميلة والمبهجة التي عشناها معكم في الميدان، أختمها هنا من مدينة شبام التاريخية، على أمل أن ألقاكم بإذن الله في حلقة أخرى من طائر السعيدة. لكم أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أهلا بكم في طائر السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طائر السعيدة، طائر السعيدة. أهلا بكم بسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كلها مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طائر السعيدة، أهلا بكم في طائر السعيدة.